بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يمكن هنيو الفريق الوطني على نتيجة التعادل اللي حصل عليها مع المنتخب الكرواتي. المقابلة كانت صعيبة شوية، يعني ماتش كلي اللي كان تكتيكي، ويمكن نقول بأن الفريق الوطني نجح دفاعيا، ولكن مقابلة ككل يعني كانت دفاعية محضة، ما اشتغلش على مستوى الهجوم، مستوى يعني وسط الميدان، وهذا خلى اننا يعني انا بالنسبه لي هذا رايي الخاص، ان الفريق الوطني ديك الهيبه اللي كنا عطيناه وتكلمنا عليه انه فريق كبير وان عنده لعابه كبار، فاليوم اتضح ان يعني المستوى كان مستوى يعني متوسط، وحتى الفريق الكرواتي يعني ما كانش فريق كبير، لانه كيلعب لعب مباشر، ما كيلعبش بواحد يعني بلي كومبينيزون، الشيء اللي يمكن سهل المقابله على المغاربه، ولكن المغاربه ما استغلوش هاد الضعف هذا، لان كانوا يعني بقاو لاعبين بواحد بلوك بزاف، ما لعبوش بواحد بلوكو، وكنتمنى ان المقابله الجايه اللي ضد بلجيكا، لان بلجيكا كتلعب الكره وكتلعب لي كومبينيزون، كنتمنى ان الركراكي يحاول انه يلعب بواحد بلوكو ويشتغل على مستوى الهجوم، لان الا بقينا كنشتغلوا كنلعبوا بهذه الطريقه هذه يمكن كاع الماتشات ثلاثه ما نخسروهمش، ولكن ما غاديش نتاهلوا، وغنكونوا اننا ما درناش مقابلات كبيره، بحال مثلا في 2018 يعني الفريق الوطني تقصى، ولكن دار ثلاث مقابلات كبيره اللي بقات يعني راسخه في ذهن المغاربه. فرسالتي للعب انهم يحاولوا انهم يخرجوا من ديك القوقعه الدفاعيه اللي كانت في هذه المقابله هذه، وكنتمنى من الركراكي انه يغير الاسلوب التكتيكي ديالو، لان عنده طاقات كبيره، عنده لعابه كبار في الهجوم في وسط الميدان، يعطيهم الحريه اكثر وما يخليهمش انهم يلعبوا دفاعيا، تلعب 50% دفاعي و 50% هجومي. احنا كنا لاعبين هنا في الماتش ديال كرواتيا يعني 80% لاعبين دفاعي و 20% هجومي، اللي ما عطاتش هذيك الفعاليه الهجوميه وخلات ان اللعابه اللي كنا احنا معولين عليهم ما يبانوش في المستوى ديالهم. غنعطيها لبونو، الحارس بونو يعني كان متالق، يعني كل ما كانش بونو كان اليوم الركراكي يخسر. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.